السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلام. نواصلوا الفيديو الثاني للرد على البرنامج لمن يجرؤ فقط، الذي تناول موضوع هل الخمر حلال أم حرام في الإسلام، الذي تم بثه على قناة الحوار التونسي. ونرجع لآخر الفيديو وتكلمنا الفرق بين المسكر والخمر والنبيذ. هنا حبيت معناتها نزيد نأكد المسألة إن ليس كل مسكر يعتبر خمر. هناك مواد تسكر ولكن هي ليس بخمر، كما مثلا البوخة، كما الفودكا، كما الويسكي، وهي أشياء يعني تقطر لا تخمر، ولكن رغم ذلك فهي تذهب العقل. إذن المسكر هي كلمة شاملة لكل حاجة تذهب العقل. أما الخمر معناتها هو معناتها مسكر، يعتبر مسكر، يعني كل خمر يعتبر مسكر لأنه يذهب العقل ويخمر العقل ويقلل من المدارك العقلية. ولكن بالنسبة للنبيذ كما قلنا ليس كل نبيذ مسكر. هناك نبيذ غير مسكر هو يقرب شوية للعصير، وهناك نبيذ مسكر. لازمنا نفرق النقطة هذه، ليس كل نبيذا مسكر، بينما كل خمرا مسكر. والمسكر يشمل كل حاجة تسكر، سواء كانت مقطرة أو مخمرة أو نبيذ، هذه بصفة عامة. وقلنا في الفيديو اللي قبل هذه اللي احنا باش نتكلموا على الخمر من ثلاثة جوانب. الناحية التاريخية، ما يسمى تاريخ تطور تحريم الخمر أو تحليله، ونشوفوا يعني يحكي يعني استعمال الخمر على الواقع من قبل الإسلام وأثناء الفترة المحمدية وبعد الإسلام إلى يومنا هذا، كيف تم التعامل مع الخمر. والجانب والنقطة الثانية هو الخمر في القرآن وفي المصطلح العربي. والنقطة الأخيرة اللي باش نطرحوها هي مسألة الخمر في التشريع والفقه والاجتهادات وما يخص بالشريعة الإسلامية. لازمنا زادة نعرفوا احنا اليوم باش نحكيو كان على الخمر معناتها على الواقع، يعني تاريخيا، فهمت؟ الخمر راهو معناتها او المسكر بصفة عامة ليس معناتها حاجة جديدة موجودة قبل وجود الأديان، قبل الديانة المسيحية وقبل الإسلام وقبل اليهودية وقبل الزردشتية وقبل كل الديانات السماوية، بل هو يعتبر معناتها شيء جدا قديم في التاريخ. الإنسان من الأول متاعو بدأ يستعمل الخمر وتعلم كيفاش يصنع الخمر. ونعرفوا اللي الصين هي أول واحدة، فهمت يعني تاريخيا، استعملت هذا المشروب سواء في الحفلات متاعها الدينية أو غيرها، وتم تناقل هذا المشروب إلى منطقة الشرق الأوسط وإلى اليونان وإلى الفراعنة وغيرهم من الحضارات الموجودة. وكان يستعمل الخمر أكثر شيء، يعني كان مشروب نجم نقوله روحاني، يعني يخص الكهنة وعلماء الديانات القديمة، ومعنتها خاص بالملوك، يعني لم يكن في الأول مشروب لعامة الناس، يعني معنتها كان حاجة خاصة، لأن عندما واحد يشربه يعني عنده أحاسيس أخرى. لهذا كان عبارة على الخمر كان في الأول يعني خاص لطبقة معينة من المجتمع اللي تشربه. من بعد بدأت تجي الديانات السماوية، مش ما نتكلموش معناتها على الكل، فهمت؟ مثلا نشوفوا الزردشتية يعني تحرم السكر لكن لا تحرم الخمر، يعني تحرم السكر، يعني السكر يعتبر حرام عندها، بينما المنوية اللي هي تخرج من الزردشتية تحرم الخمر كليا، يعني حتى القليل منه حرام. نفس الشيء في اليهودية، نشوفه مثلا في اليهودية لم يحرموا مثلا بيعه وشراءه أو شربه بمقدار معين، ولكن نشوفه مثلا في الكتب معناتها اليهودية حتى بعض الأنبياء كانت مثلا لوط كان يشرب حتى يسكر، فهمت؟ هذا معناتها في الكتب متاعهم، فهمت؟ في الكتب متاعهم. هناك
نفس الشيء. عندما نرجع للكتب نتاعنا يعني الخلاف موجود داخل اليهودية، فهمت؟ ولكن متفقين أن السكر حاجة خايبة، يعني هذه ما هيش حاجة جديدة، يعني كل معناتها المذاهب اليهودية يعني لا يشجعون على السكر ويذكرون في الكتب نتاعهم مضار السكر. يعني فما بعض المذاهب تحرم في اليهودية نفسها كليا، كما نقولوا احنا المذاهب الأرثوذكسية تحرم الخمر كليا، كما المناوية تحرم الخمر كليا، ولكن مذاهب معناتها أخرى في اليهودية تقول لك عندك الحق تشرب بمقدار معين ولكن السكر هو حرام. نمشي للمسيحية، رغم اللي مثلا نعرف اللي عيسى حول الماء إلى خمر وغيرها، ولكن لا نجد تشجيع على شرب الخمر، بل هناك ذم لشرب الخمر في المسيحية، معناتها واضح، فهمت؟ ومعناتها أكثر المذاهب المسيحية صحيح يعني تسمح بشرب الخمر في الكنيسة أو في الحفلات أو في المناسبات، ولكن ليس هناك تشجيع على السكر. والمسيحية تضم حتى أن المورمون اللي هم معناتها مذهب مسيحي يحرم كليا شرب الخمر، بل يحرم حتى شرب الشاي وشرب القهوة وكل حاجة فيها كافيين أو فيها تنشيط للجسم. إذا يعني هذا الخلاف بتاع الخمر والسكر يعني خلاف موجود قبل الإسلام، فهمت؟ وقت نرجعوا للجزيرة العربية نلقاو أن العرب، فهمت، كانوا يتفنوا في صناعة الخمر كأي شعب آخر، فهمت، على جميع أنواعه. كانت اليمن كانوا يجيبوا من الشام، فهمت، الخمر نتاع الشام يعني كان يجي لمنطقة الجزيرة العربية والحجاز وحتى مكة ويثرب، وكانوا اليهود يتاجرون في الخمر، فهمت، اليهود يتاجرون في الخمر والعرب يتاجرون في الخمر، يعني مسألة كانت ظاهرة. لكن معناتها معناتها رغم اللي هي معناتها ظاهرة عادية، ولكن كان دائما هناك، فهمت، هناك نبذ من جميع معناتها الجهات حول ان السكر حاجة خايبة. اذا يعني العرب يعني عبر التاريخ، فهمت، قبل الاسلام كانوا يستعملوا الخمر، كان في مكة وكان في الحفلات نتاعهم والاعياد نتاعهم حاجة عادية. قبل الاسلام كانت الأحناف مثلا كانت تحرم شرب الخمر، تحرم كليا، وهناك شخصيات معروفة كما عبد المطلب، فهمت، يحرم على نفسه شرب الخمر، ورقة بن نوفل كان يحرم على نفسه شرب الخمر، يعني كانوا كثير من يحرمون شرب الخمر، وكانوا هناك شعراء يشربون الخمر حتى يسكرون، معناتها وهذه حاجة عادية، وكانت الأمور يعني رغم كل شيء معناتها حاجة نجم نقوله فما نبذ للسكر، ولكن شرب الخمر بحد ذاته ما فماش حديث عليه كثير، إلا بعض كما قلت لكم المذاهب كما المورمون من المسيح أو المناوية اللي خارجة من الزردشتية، وإلا الأحناف اللي كانوا يحرمون كليا شرب الخمر قبل الإسلام. أما الأشخاص هناك من يتبع هذه المذاهب أو هذه الأديان، وهناك من حرمه معناتها على نفسه بطريقة يعني شخصية، معناتها لما هو معناتها يشوف معناتها المضار بتاع الخمر. الآن وتعرفنا اللي قبل الإسلام كيف معناتها الوضع في الجزيرة العربية، يتاجرون يبيعوا، فما اللي يشرب فما اللي ما يشربش، فما اللي يحرموا الدين بتاعه فما اللي ما يحرموش ولكن يمنع السكر أو يحرم السكر، هناك من حرموا على نفسه، كل واحد كيفاش يتصرف، يعني فما هناك نجم نقولوا احنا قبل الإسلام ديمقراطية. عندما جاء الإسلام لم يتكلم عن الخمر. في الحقيقة أنا ضد فكرة إن الخمر تم تحريمه بالتدريج، لأن ليس هناك أي مصدر يقول إن، فهمت، الخمر حلال، فهمت، يعني السكر خاصة السكر، المشكلة راهو هو بين الخمر والسكر، يعني ما جاش هو الإسلام أو محمد خرج على القاعدة اللي ذكرتها لكم، فهمت، ما جاش خرج على القاعدة اللي موجودة ومتعارف عليها بذلك الزمان، فهمت، يعني وقت جاء الإسلام لم يتكلم على الخمر، لأن كانت عنده أولويات أخرى معناتها يتكلم عليها أكثر من مسألة الخمر، هل هو حلال أم حرام. إذا لم يعطي رأيه من أول الدعوة،
بل طيل الفترة ما يسمى المكية اللي دامت 13 سنة، فهمت؟ الإسلام لم يتكلم عن الخمر. هناك آية واحدة في سورة النحل تتكلم عن الخمر، والذي بعد معناتها والذي بعض الناس يعتبرها معناتها آية معناتها تحلل الخمر، هذيك تنرجع عليها وتتكلموا على الخمر أو السكر في القرآن. ما نحبش نجبد الآن الآيات القرآنية. إذا طيلة 13 سنة من بداية الدعوة نتاع محمد لم يتم الحديث عن الخمر أصلا إلا في هذه الآية، وسوف نعود إليها، وسوف لن نذكر أي آية في هذا معناتها في هذا الكلام. والآيات اللي نزلت من بعد نتاع معناتها اجتناب الخمر ومعناتها واللي بعض فسرها معناتها الحرمة المطلقة، والبعض الآخر معناتها فسرها ما هيش الحرمة المطلقة، هذه الكل ما يتعلق بالقرآن سوف نذكره عندما نتكلم عن الخمر في القرآن. إذا هنا نواصل من الناحية التدريجية التاريخية. المهم قلنا أن 13 سنة من الفترة المكية كانوا المسلمين الأوائل، اللي يشرب يشرب واللي ما يشربش ما يشربش، وكانت الأمور عادية. عند الهجرة وتهاجروا للمدينة في أول الهجرة تواصل الأمر على ما هو عليه، هناك اللي يشرب وهناك اللي ما يشربش، ومع أن الخمر معناتها في المدينة مع اليهود يبيعوه وكل شيء، وقعت بعض المشاكل تنذكرها زادة وقتها نتكلم على أسباب نزول الآيات معناتها ذم الخمر أو بعض الأشخاص يقولون معناتها تحريمه، معناتها تحريما مطلق وفرض. يعني واصل المسلمين يشربون الخمر، حتى أن المسلمين كانوا يروحوا للغزوات متاعهم ويهزوا معهم الخمر. والأغرب من ذلك أن آيات قرآنية تغري المسلمين بالخمر، أودية من الخمر، فهمت؟ في الجنة. يعني هذه آيات معناتها كثير من الآيات يعني الطمع وتغري المسلمين المؤمنين المتقين وقت يدخلوا الجنة عندهم أودية من خمر. وهذا الخمر يعني ما تجيوش تقولوا لي معناتها ماهوش خمر، احنا اتفقنا ان الخمر كل من يذهب بالعقل. وتنرجعوا لهذه المسألة، نحب مسألة تدريجية. ما نعرفوش وقتاش بالضبط تم معناتها الفصل في حكاية الخمر، اما تقريبا معناتها العلماء يقولوا من بين معناتها وسط المرحلة المدنية الى اخر المرحلة المدنية، يعني نجم نحدوها من بين 3 و8 سنين من الهجرة، يعني من بين السنة الثالثة هجري الى السنة الثامنة هجري. يعني في قرابة المرحلة هذيك تم النظر وتم محمد سألوه على الخمر، ووقعت بعض المشاكل معناتها مع تكوين الدولة الإسلامية الأولى، وتم نزول الآيات الذي معناتها سوف نعود إليهم في الفيديو القادم. إذا وتنجيو نشوفوا بعد نزول آية الاجتناب الذي بعضهم يفسروها أنها تحريم مطلق، والبعض الآخر يعطيها تفسير آخر، ما نشبش ندخل في هذه المتاهات. واصل بعض الصحابة على شرب الخمر، وهناك من نعرفه في التاريخ وتنرجع للتاريخ الإسلامي، يعني على حسب المصادر الإسلامية، احنا نتكلم توا داخل المصادر الإسلامية، يعني هل هذا حصل أم لم يحصل، هذه ما هيش مشكلتنا، احنا مشكلتنا المصادر الإسلامية نفسها. هناك من أخرج معناتها الخمر اللي عنده كسره، هناك من كان يبيع الخمر وقف، ولكن رغم ذلك هناك بعضهم واصلوا على شرب الخمر. وهنا معناتها كيف تعامل محمد في آخر حياته مع شرب الخمر. في الحقيقة عندما معناتها نرجع للمصادر الإسلامية نلقاو اللي ما فماش ياسر أحداث تبين لنا كيف تعامل محمد مع شرب الخمر، بل هناك بعض الأحداث اللي تعامل فيها مع من كان سكرانا، فهمت؟ ومنحبش نذكر كل ما جاء يعني في التاريخ الإسلامي، ولكن أذكر 3 قصص وقعت في عهد محمد، في آخر عهد محمد. الرواية الأولى، القصة الأولى عن ابن العباس. ابن العباس قال لك هو معناتها ماشي شاف واحد يسكر، سكران مش يسكر، سكران يا اخي، شدوا ومشى باش يهزوا المحمد. يا اخي قبل ما يوصل
في الطريق الشخص هرب له، هرب من يديه. يا اخي ابن العباس مشى عند محمد قال له يا محمد راه فما واحد لقيته سكران وراني جبته لك باش تشوف فيه حل، لكن راه هرب عليا. يا اخي محمد يعني اضحك يعني ما معناتها وما قالو شيء، يعني ما قالوش يعني برمش يجيبهولي برمش يفركس عليه وجيبه وطن وريه وطن عمله وطن عمله، لا اضحك وكهرب يعني اضحك على الفازة بتاع انها هرب وسكت على روحه، فهمت؟ هذه الحادثة الأولى. حادثة ثانية فهمت تقول وهي عن ابن العباس زادة ومعناتها باعتراف ابن العباس يقول لك اللي محمد فهمت عمره ما ضرب انسان سكر الا في اخر حياته، قولة في اخر حياته فهمت، حتى انه يقول ان فما واحد معناتها قال القولة هذية وما اعطاناش التفاصيل فهمت. يقول ابن العباس في قصة اخرى اللي في غزوة تبوك في الليل محمد كان في بيته او في خيمته او حاجة تخلى عليه واحد سكران فهمت، واحد سكران تخلى عليه للمحل متاعه او البيت متاعه او الخيمة متاعه. يا اخي طلب من احد الصحابة الرجال قال لهم هزوه من يده رجعوه للقيمة متاعه، ما قال شدوا اضربوه ولا شدوا اعملوا له ولا شدوا كذا، ما قال حتى شيء، قال رجعوه للقيمة متاعه. هذه الحادثة الثانية. فما حادثة أخرى اللي هي دل على أن هناك فما ضرب فهمت، ولكن فيها خلاف فهمت عن مع هذه القصة. ذكرت ابن حجر عن ابن شهاب يقول لك ان محمد عمره مجلد في الخمر في السكر في السكر، يعني عمره ما شاف واحد. هذا معناتها بالادله كل العلماء يتفقوا ان محمد لم يطبق حد على يعني حد على شارب الخمر او السكر، هذا معناتها بالادله التاريخيه. لكن فما حادثه وقع فيها خلاف فهمت. يقال انه بعض الاشخاص كان سكران جابوه لمحمد يا اخي امر بضربه بالايادي والنعال، يعني كان سكران يا اخي قال للصحاب نتاعو اضربوه بالايادي والنعال، وهذه معناتها القوله اللي تقول عن ابن العباس انه محمد عمره ما ضرب انسان يسكر الا في اخر حياته. ولكن هذه الروايه بحد ذاتها هناك من يقول لم يامر بالضرب، ليس هناك أمر بالضرب، ولم يثبت أن محمد ضرب أو أمر بالضرب إنسان سكران مهما كان. إذا هذه نقطة معناتها ثلاثة قصص هذوما تخلينا نتساءل، محمد لم يحدد مثلا كما في السرقة حد، القرآن ما فيهش، الأحاديث ما فيهاش يعني نجم نقول فهمت، ولكن من فين جاء يعني مسألة الحد؟ وإحنا تو نتكلموا على الخمر في الشريعة الإسلامية والأحاديث نتكلموا بالتفاصيل. أنا هوني نحب نذكر معناتها المسألة التاريخية. اللي حبيت نقوله هوني أن يمكن يعني يعود السبب أن مسألة تحريم الخمر كانت في آخر حياة محمد، هذاك علاش لم تسمح له الظروف أن يعني يطبق حدا أو يطبق تعزيرا أو يأمر بمعناتها بمعاقبة معناتها شارب الخمر او السكران. وهنا نشوفوا الاحاديث وتنجد ندقوا في الاحاديث اللي موجوده والتاريخ، نلقى ديما الامر يتعلق بالسكران ما يتعلقش بشارب الخمر، مش انسان شرب ما فماش حتى واحد يعني شرب كاس ولا كاسين جاوا تكلموا عليه ولا امروا باش يضربوه، ولا الكل هذوما اشخاص سكرانين وتجاوزوا حدودهم واوقعوا كما نقولوا احنا اضطراب في المجتمع، وهذا باتفاق كل الاديان وحتى الان حتى في عصرنا الحاضر يعني في المجتمعات نتاعنا او في حتى في اوروبا هناك قوانين للسكر. ما عندكش الحق عندما يعني هذه مش حاجه جديده، يعني وقت تبدا سكران تسوق سياره ما عندكش الحق تخرج تقلق العباد، يعني يعاقبك القانون عندما تسكر وتقلق العباد، وهذه حاجه منطقيه. يعني هنا القران او الاسلام بحد ذاته ما جابش حاجه جديده، وموجود قبل الاسلام ووقت الاسلام وبعد الاسلام والى هذا اليوم. السكر حاجه منبوذه، انسان يسكر ويخرج يقلق الناس مش معقول. اذا قلنا ان محمد لم يطبق حدا ولا تعزيرا
ومسألة أنها أمر بالضرب بالأيادي وبالنعال هي مسألة ضعيفة واختلاف فيها، لكن احنا نعرف اللي معنى الصحابة هما أقرب لمحمد. أبو بكر في الحقيقة هو تجاه وحكم، فهمت؟ فما في عصره ولاد يشربوا الخمر، وهو بحد ذاته فهمت يعني تحرى في معاقبة السكير، حتى انه معنتها كان معنتها شوية هكا متردد شوية هكا، وما فرضش حد، ما فرضش حد يعني للسكران، وإنما كان يضرب يعني تعزيرا 20 جلدة 40 جلدة فقط، فهمت؟ ولكن عندما جاء عمر، لا، عمر استنبط واجتهد، فهمت؟ وحدد، فهمت؟ فما بعض يقولوا إنه حد، وبعض إنه يقول إنه تعزير، 80 جلدة، 80 جلدة لمن يشرب الخمر، فهمت؟ ومن بعده زادت تطورت الأمور في عهد عثمان. مثلا عثمان كان متساهل شوية، علي ما تلهاش باش يطبق هذه الأمور. يعني في العهد الخلافة، هذه الخلافة بين قوسين الراشدة، فهمت؟ يعني فما كان عمر كان شديد في شرب، معناتها شديد في عقاب شرب الخمر. يعني هنا نرجع للتاريخ، نقول في عهد عمر فما هناك قدامة بن معناتها مضهون، هذا والي البحرين، كان يشرب الخمر، فهمت؟ وفما النعمان كان يشرب الخمر، وفي الكوفة فهمت الوليد بن عقبة كان يشرب الخمر، وهو والي لعمر، يعني ولات تحت خلافة عمر وكانوا يشربون الخمر. أكثر من هذاك، هناك من الصحابة، فهمت، من الصحابة ومن عاصر محمد ومن أولاد الصحابة. عمر بحد ذاته 3 أولاد يشربوا الخمر، 3 أولاد يشربوا الخمر، حتى أن عزر أو حد أحد ولاده حتى مات. يعني ضربه 80 جلدة، معناتها من الضرب مات. يعني معناتها باش يوريك معناتها عمر كان شديد في تطبيق حد أو تعزير شارب الخمر. يعني هو كان إنسان يعني الرحمة كما نقولوا احنا، لا في مسألة شارب الخمر، على خاطر يمكن هو كان سكير ويعرف، يعني كما نقولوا احنا متعود، يعرف يفهم شنو فما. يعني 3 أولاد، عبد الله وعصام وعبد الرحمن، هذوما 3 كانوا يشربوا الخمر، وعبد الرحمن اللي معناتها قام عليه الحد حتى لين مات. اما عندما نرجعوا خارج الخلافه بين قوسين الراشده في عهد الدوله الامويه، فهمت، كانت معناتها صناعه الخمر والمتاجره فيها، ونعرفوا احنا حتى الخلفاء، يعني الخلفاء كانوا معروفين، معناتها يزيد بن معاوية وغيرهم وغيرهم وغيرهم، يعني كانوا معروفين بشرب الخمر، حتى الشعراء كانوا معروفين بشرب الخمر. يعني ولم يذكر التاريخ أن كان هناك مثلا تعزيرا أو حدا إلا في بعض الظروف، فهمت؟ حتى كانوا يتساهلون مثلا في اللي شرب الخمر وهو في الغزوات الإسلامية، كان فهمت، وكان معناتها لا يطبق الحد حتى يعودون من الغزوة في بعض الأحيان، فهمت، لكي لا يوقع معناتها فوضى في الجيش. يعني يشوفوا في شخص يشرب ويسكر وهو ماشي الغزوة الإسلامية، ماشي باش يفتح بلاد الله كما يقولوا هما، وهو بالعو سيس دوز كما نقولوا بالدوسي، فهمت، يعني بالعو يخليوه حتى يرجعوا بعد. فما اللي يحدوا، فما اللي يعزروا، فما اللي كل واحد كيفاش. يعني المهم في الخلافة العثمانية معناتها والعباسية والأموية، يعني كل أمير أو كل خليفة كان يتصرف على حسب رأيه، ساعات مرة يجيوا يشدوا، ساعات مرة ما يشدوش، لكن هذا لم يمنع أن الخمر كان يباع في الدولة الإسلامية، وكان معناتها يبيعوه ويشريوه ويصنعوه ويطوروا فيه. وإحنا نعرفوا اللي المسلمين هما أول من اكتشف الكحول، اللي كانوا يسميوه الغول واللي جات منها الكحول واللي جات منها الكول. المسلمين يعني باش يوريك معناتها التطور اللي كان موجود، يعني في صناعة أنواع الخمور، في أنواع الخمور كانت معناتها مسموح بها، يعني ما فماش حتى حاجة يعني تمنع. صحيح فما بعضهم يقول لك لا، كانت معناتها اللي يبيعوها هم أهل الكتاب، فهمت، اللي يبيعوها هم أهل الكتاب واللي يشربوها هم المسلمين، فهمت،
يعني نعرف احنا ابو نواس كان معروف بالخمر وغيرهم من الشعراء ومن الفقهاء، حتى من الفقهاء حتى من القضاة، فما هناك قضاة معناتها كانوا معروفين بشرب الخمر، ولكن لم هناك معناتها قانون يعني حاسم في الحد او في التعزير لشرب الخمر. يعني طيلة 1400 سنة، رغم اللي تنرجع في مسألة التشريع الإسلامي ان هناك عند العلماء المسلمين اجمعوا على تحريم الخمر، ولكن تطبيقيا لم يتم يعني فرضه بالقوة. حتى معناتها نشوف مثلا الجزيرة العربية، معناتها رغم اللي معناتها القانون يمنع، لكن موجود الخمر، تلقاه الخمر في الرياض في عدة مناطق. صحيح في مكة والمدينة يمكن معناتها صعيب تلقى، أصعب، فهمت؟ ولكن نشوف الدول الإسلامية الأخرى، من باكستان، من أندونيسيا، من المغرب، من الجزائر، من تونس، من مصر، من العراق، من سوريا، وأنواع من الخمور، نوع من الخمور، ثم العرق، ثم اللاجمي في تونس. يعني وكما قلت لكم، يعني خلال الفترة مثلا الأموية والعباسية، يعني الكيميائيون يعني المسلمين طوروا الكحول، يعني ما كانوش يوصلوا لتطور باش يصنعوا مادة كما مثلا الكحول، اللي هي معناتها كانت معناتها ثورة معناتها في عالم الطب، لأنها في الجروع وفي عدة أشياء. هم استخرجوها المسلمين، هم استخرجوا مادة الكحول اللي حتى توا بالفرنسية يطلق عليها كحول، الكول. الكول هي كلمة معناتها عربية. إذا من ناحية الواقع التاريخي، سواء قبل الإسلام، سواء عند الإسلام، سواء بعد الإسلام، وخلال ما يسمى الخلافة الإسلامية كلها، سواء الراشدة أو الأموية أو العباسية أو العثمانية، أكثر شيء تم تشدد في شرب الخمر هو في عهد عمر. في عهد عمر كان جدا شديد في شرب الخمر، خاصة في مكة. مكة يعني فين كان هو موجود، لكن كما قلت لكم كانوا عنده ولاد يشربوا الخمر، فهمت؟ كانوا يشربوا الخمر، وكان ما يسمى التعزير والحد على من هو يسكر، يسكر ويقلق، يقلق الناس الاخرين. يعني واحد يمشي يشربها ويخرج يقلق الناس الاخرين. اذا هذه يعني من ناحية التاريخية بصفة عامة على الواقع، الدولة الإسلامية في بحد ذاتها كيفاش تم التعامل مع الخمر. إذا احنا توا معناتها يكفينا في الفيديو هذي، احنا باش نعملوا كما قلت لكم ياسر فيديوهات باش نحاول نفهم المشاهد اللي تبع الفيديوهات هذه، يعني من ناحية تاريخية كيفاش اللي ما فماش تشدد كبير في الخمر، وان الخمر كان يباع وكان يتاجر به، وكانوا علماء وفقهاء وشعراء وأمراء وقضاة كانوا يشربون الخمر، وهناك في بعض الحالات تم تعزير، فهمت، البعض أو الحد. وإن أصعب فترة عرفتها الخمر في كل تاريخ الإسلامي هي فترة عمر، اللي كما قلت لكم ضرب ولده عبد الرحمن حتى مات، يعني عزروا أو حدوا حتى مات نتيجة التعزير. إذا في الفيديو القادم نحاول نعمله غدوة، نحاول أنا بالطبع نعمله غدوة، في الفيديو القادم نتكلم حول الآيات أو تحريم الخمر من ناحية القرآنية، يعني القرآن، ونحاول نجد الآيات اللي موجودة الكل، ونقولوا كل واحدة آراء العلماء فيها، ومن ناحية اللغة العربية، ومن ناحية التفسير القرآن. وشكرا، ومع فيديو قادم. وما تنساوش، ما تنساوش، كان الفيديو عجبكم وزعوا، مش لازم نقول لكم، كان عجبكم، كان ما عجبكمش ما توزعوش، فهمت؟ يعني وزعوا أكثر شيء ممكن، على خاطر كما قلت لكم كل واحد يعمل اللي عليه. وشكرا، ومع فيديو قادم، وبسلام.